معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله، أسلم أنوان، وبدوري أرحب بالأخت حسينة في هذا العدد، فجزاك الله خيرا عن الحضور. أختي الحسينة، بارك الله فيك. فيك بارك. أبدأ من العنوان نجاة ذو الإرادات الخاصة. نعم، هذا العنوان له مقاصد. من مقاصده أننا نلاحظ ونبصر في حياة الناس الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، من لهم عاهات وإعاقات، نعم، ولكن يملكون عزمات، يملكون عزائم، وكلاهما صحيح، يملكون إرادات، فانتشروا في هذه الأرض، يبدعون، ينتجون، نعم، يؤلفون، يترجمون، يدرسون، يدرسون في مختلف فنون المعرفة، نعم، ويستحضرون قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة. إذن هم في الحياة، فيتحدون جميع العقبات ويذللون جميع الصعوبات، وكبرت هممهم وارتقت وبلغت شأوا سامقا، فتركوا بصماتهم في دنيا الناس. نعم، فصاروا فعلا يتحركون. يعني يمكن أن نقول المعاقون يتحركون. يتحركون كما تحدثنا بين الأيام عن الصم، يتكلمون. يتكلمون، نعم، ولكن يتكلمون بلغة الإنجاز. يتكلمون بلغة الإنتاج. إذن الذي يقرأ التاريخ يجد أسماء لامعة، يجد قامات عالية جدا، نعم، من هؤلاء، ولكن برهنوا بإيمانهم أولا بالله عز وجل، كذلك بعزيمتهم وقدراتهم وإرادتهم، برهنوا بكل وضوح على أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإنجاز وتحدي جميع العقبات. فإذا هم يملكون إرادة خاصة حقيقة. نعم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم. وقال شاعر آخر وهو المتنبي أيضا في بيت آخر: كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. ويقول أيضا: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقد قال ربنا في أوائل سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. الله عز وجل هو المدبر، هو الآمر، هو الناهي، هو الخالق. كل واحد خلقه الله عز وجل كما يشاء الله. إذن المفروض الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، يرضى بقضاء الله وقدره، وعليه أن يستثمر ما أعطاه الله عز وجل من مواهب ومن نعم. نعم. إذ أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. على عبده، نعم. ولكن نجد أناسا من ناحية الجسمية الخلقية يعني ما في ولا عيب. نعم. ولكن عندهم عيب كبير، إعاقة ذهنية، إعاقة على مستوى العقل، على مستوى الفكر. نعم. ولكن نجد آخرين عندهم هذه الإعاقات، مرحبا باللي أعطى الله. ولكن يجتهدون، يكدون ويعملون. ذو الإرادات الخاصة. هؤلاء، دعيني أبدأ بظاهرة هذه الإعاقات، كثرت في عالم اليوم. ومن أسبابها الحروب، من أسبابها الأمراض الفتاكة، نعم، التأخر في العلاج، في علاجها بعض الأمراض، نعم، فالتكفل البطيء بمثل هؤلاء ببعض الأمراض، ببعض المرضى، يؤدي في كثير من الأحيان إلى حصول إعاقات جزئية أو كلية. وكذلك هناك بعض الإعاقات سببها يعني وراثي، فندخل في هذا المجال. المهم، وحوادث المرور، نعم، هي تحدثنا تخلق الإعاقة عن هذا الموضوع، نعم، مرارا. نعم. كم من حادث مرور أدى إلى إعاقات وعاهات كثيرة جدا. هذه الأيام دخلت إدارة من الإدارات، وجدت شابا، قيل لي أنه هو الذي تكفل بالموقع الإلكتروني، وهو الذي يعني يدير هذا الموضوع بشكل كل الشبكة في الإدارة. نعم، كل الشبكة. نعم. نعم. فحينما دخلت عليها إلى المكتب، نعم، وجدته يحرك
ذلك الجهاز برجله اليمنى. سبحان الله، يعني مقطوع اليدين. نعم، فقلت سبحان الله العظيم وبحمده وبإتقان وبإبداع. فسألته كم تشتغل في اليوم الواحد؟ قال أشتغل 14 ساعة في اليوم. قلت هذا النموذج الذي نريد، ما يسمى بالتربية بالقدوات. التربية بالقدوة، لا يمكن أن تتغير القناعات إلا بالقدوات. نعم. بعض الناس ينظرون إلى هؤلاء نظرة احتقار. ونكون واقعيين، سأذكر بعض بعد حين بعض المشكلات التي يعاني منها هؤلاء. نعم. طيب، من ناحية الشرعية، مقررة الشريعة، وأقولها باختصار سواء في الكتاب أو في السنة النبوية المطهرة وفي أقوال الصحابة في أقوال السلف الصالح وفي أقوال فقهاء الإسلام الأعلام، نعطيك خلاصة. نعم. من هذه الخلاصات ضرورة توفير أسباب الرعاية والحماية لهؤلاء بجميع صورها، سواء تعلق الأمر بالحماية النفسية بعدم التجريح في هؤلاء، بحسن التعامل مع هؤلاء، بتيسير الاندماج، اندماجهم في المجتمع، وكذلك الرعاية الصحية البدنية الجسدية، وتذليل العقبات التي يعانون منها، وكذلك توفير العمل، توفير العمل المناسب لهؤلاء. نعم. العمل المناسب لهؤلاء. نعم. فالرعاية بجميع صورها مقررة في شرع الله عز وجل، في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة وفي أقوال الفقهاء كما ذكرت. من ناحية القانونية، هناك اتفاقات دولية على مستوى العالم. نعم. نصت على ألوان من الرعاية لمثل هؤلاء. نعم. وبالمناسبة الكثير من الاتفاقات الدولية صادقت عليها الجزائر. والجزائر من الدول التي صادقت كثيرا على الاتفاقات الدولية. نعم. بل أكثر من ذلك، أن المعاهدات الدولية التي تصادق على الجزائر في نظر الدستور الجزائري تسمو على القانون. إذن في دستور 89 المعاهدة الدولية تحمل نفس المرتبة التي يحملها القانون الموضوع الصادر من البرلمان. نعم. ولكن في دستور 96 ومؤكد في الدستور الحالي في التعديل الحالي أو الحديث طبقا للمادة 130 من الدستور، فالمعاهدة الدولية التي تصادق عليها الجزائر تسمو على القانون. نعم. الصادر من البرلمان. وهذا له دلالة دستورية عميقة جدا. نعم. إذ أنه يدخل، يعني هذه المعاهدة الدولية المصادقة عليها تدخل في النظام القانوني الجزائري. ثم ننزل إلى القوانين، فالقوانين كثيرة، ترسانة، كلما تحدثنا عن القوانين إلى ونقول هناك ترسانة من القوانين. نعم. على سبيل المثال. نعم. قانون صدر في 1980 خاص بهؤلاء ذوي الاحتياج الخاصة، وكذلك قانون 85-05 المتعلق بالصحة وترقيتها في فصل كامل، الفصل السابع ينص على التدابير، على تدابير حماية هؤلاء ذوي الاحتياج الخاصة. نعم. والمعاقين. نعم. بدءا من المادة 89 إلى غاية المادة 96، ونعود أيضا المرسوم التنفيذي رقم 03، وكذلك القانون الذي صدر في 2002، قوانين ومراسيم ومناشير كثيرة جدا. هذه القوانين أو هذه الترسانة القانونية أكدت على جملة أمور. من هذه الأمور تحقيق ما يسمى بالحماية الصحية النفسية لهؤلاء المعاقين. نعم. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى تذليل العقبات، مثلا إيجاد ممرات وشبابيك خاصة مثلا في المحاكم والمجالس القضائية. نعم. وكذلك فتح أقسام خاصة للصغار. نعم. نعم. الطفل الصغير، يعني الأطفال الصغار اللي عندهم هذه الإعاقات لابد أن تخصص لهم أقسام خاصة لهم. نعم. بحالة قانونية هناك مجانية. نعم. يعني إجبارية التعليم وتوفير. نعم. كما قلت تذليل العقبات وتوفير الوسائل المادية والمعنوية وتقرير ألوان من الحماية النفسية. نعم. والصحية والاجتماعية، يعني قوانين ما تخصناش. نعود. نعم. إلى الآن الواقع. نعم. يلا. نبدأ من نفسيات هؤلاء. نعم. يعني هؤلاء يعانون جملة من المشكلات. نعم. مشكلات نفسية، مشكلات أسرية على مستوى الأسرة. نعم. مشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، مشكلات. نعم. عديدة. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مشكلات نفسية، ممكن بعض الناس اللي عندهم هذه الأمراض، هذه الإعاقات، هم يرفضون أنفسهم، هم يرفضون عاهاتهم. فهذه مشكلة إذا كان هو واحد ما يقبلش كما خلقه ربي سبحانه عز وجل.
هذه مشكلة في الحقيقة. نعم مشكلة. وتحتاج نعم. فعلا إلى معالجة، تحتاج إلى توجيه، تحتاج نعم. إلى إرشاد. نعم. إذا كان هو رفض يعني حالته وخلقته، معنى هذا مدعاة لأن يرفض من غيره. نعم. لذلك نقول هؤلاء عليكم أن ترضوا بقضاء الله، علينا جميعا أن نرضى بقضاء الله وقدره. نعم. ومن ركائز الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. رحم الله الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إذن المفروض اللي عنده هذا العاهة يقول مرحبا باللي عطى الله. نعم. اديني مرحبا استكشر ربي. اكني دي خلق ربي مرحبا. ولا شم ذاني دي خلقني مانيس. نعم. ما كان حتى واحد خلق روحه. لابد أن ننطلق من هذه المنطلقات الحقيقية. ثم مشكلات أسرية، بعض الأسر هم اللي يديروا عقبات لهؤلاء. نعم. هذا عنده مرض وكذا، وعادي يعيش ويقرأ ويتعلم وعنده إرادة عنده عزيمة. نعم. ولكن تجد الأسرة نتاعو هي تدير له العقبات. إما كما قالت الأخت حسينة قبل حين قبل اللقاء بداية اللقاء. نعم. قال كي يخبيوهم. نعم. يعني في الصالون يستقبلوا كاع الضيوف. نعم. هذو كل اللي عندهم صحة كاملة مرحبا لا سلامة. واللي عنده هاي يقولوه تخبى يخبيوه في الغرفة على سيدي. نعم. لماذا إذا كان الأسرة هي تدمر هؤلاء، المفروض هي المحضن الأساس، المحضن الطبيعي الذي يحتوي هؤلاء الذي يحتضنهم ويحبهم، وهذا من حقوقهم. نعم. ومن واجبات هذه الأسر. لذلك كان أسر للأسف الشديد تعرقل، وكان لي يقول لي نروح نخدم، يقول أنت تخدم ما تخدمش، علاش تخدم أنت تريح تاكل تشرب وتريح حد وستنا الموت. وخاصة إذا كانت العاهة هذه خاصة بالبنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لهذه الأسر اتقوا الله، أذيني غيث وشولين يوجد يعني ساني موضان دقخان حمد ثربي شكرثت سام موضين دقخان أترفذم ذي الوجف نون وسام نجر ذم قرآن. أتذكرين أختي ناجات واحد النهار كنت تكلمين عن خديجة. نعم. خديجة اللي كانت قايمة وأحييها بالمناسبة، اللي قايمة بشقيق زوجها. زوجها نعم. بشقيق زوجها اسمه عبد الرحمن الله يرحمه. نعم. مات. نعم. وكانت قايمة به أحسن قيام بشهادة الجميع. الجميع. نعم. بشهادة عبد الرحمن اللي رحمه، بشهادة زوجها، بشهادة العائلة كاملة، الشيخة وعجوزتها والجيران. نعم. كانت تخدمه وتتفنن في خدمته. في خدمته. نعم. حتى هو كي يحتاج أي حاجة مباشرة يسأل يناديها يسأل. نعم. عليها خديجة. نعم. خديجة. نعم. ما يسأل حين ما تقول لي ما يسأل لا عليا على الأم ولا. نعم. على أخته ولا. نعم. على واحد آخر يسأل على خديجة. نعم. ونهار اللي مات الله يرحمه وبكات ودمعت وكذا ويتقول كلمة تقول أن المنبع اللي يجيب له الحسنات راح. نعم. المنبع اللي يمكن تخدمه بحب تخدمه بإخلاص. بإخلاص. إذن النماذج المشرقة موجودة في مجتمعنا لا ننكرها. ونحن في مثل هذا اللقاء نسلط الضوء على الوجه الكئيب، الوجه المحزن. نعم. الوجه المظلم. نعم. سواء على مستوى بلادنا وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم. نعم. فهم يعانون. نعم. إذن هناك مشكلات يعيشها هؤلاء داخل أسرهم وهي كثيرة، وهناك أيضا مشكلات على مستوى المجتمع. ممكن هذا اللي عنده هذا المرض يعني هو قبل روحه وأسرة نتاعه قبلاته يخرج المجتمع. وهناك الكارثة. نعم. الكارثة كان اللي ينظر باحتقار، وكان اللي يشككه في قدراته. نذكر مرة طارق اللي تواصل معنا ميران ونتمنى معنا يتواصل معنا. نعم. اليوم. نعم. طارق هو حكي لي حكاية يعني نهار اللي راح يطلب خدمة، بالمناسبة الآن يخدم خدمة ما يخدمهاش أي واحد يعني. حتى مؤخرا فوجئت من قال مجلة هنا ويسوق السيارة. نعم. هو في كل مرة قال نعاونك حتى في السياقة يعني. نعم. بالمناسبة أشكره. يعني قال نعاونك يستخدم الشيء اللي بقالوا من طاقة ولكن بإبداع ولا حول ولا قوة إلا بالله. راح يطلب خدمة، واحد واش قال له؟ قال له أنت يا روح في قريع الطريق ولا في الجوامع ولا مد يديك للناس صدقة. نعم. هذا ما كان، هذا هو المجتمع. هو الآن راه يخدم. نعم. كل مجتمع يعني وضع الكثير من العراقيل في. نعم. طريق أمام هؤلاء في أمام هؤلاء. أسأل الله أن يغير حالي إلى أحسن حال، وقد قال ربنا في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.